وهذا عودة مشاهدينا لخبر الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا. معنا من باريس مراسل العربية ليث بزاري. أهلا بك ليث، من حيث أنت، حيث انتهت حياة ديانا، وأيضا إذا ما تحدثنا عن التحركات وإقبال الناس في ذكراها في بريطانيا، الإقبال ليس بنفس المستوى بحسب السنوات السابقة. ماذا عن باريس من حيث أنت تحديدا؟ نعم، ميسور من خلفنا هو مكان الأصبح المكان الذي يأتي إليه المعجبين ومحبين ليدي ديانا، المكان طبعا في باريس، وهو لا يبعد، وكما نجد كما نرى عفوا، هو مكان هو شيد ليكون رمز للصداقة الفرنسية الأمريكية في عام 1989 قبل حادث ديانا، ومن ثم بعشر سنوات، طبعا أقل من عشر سنوات، أصبح المزار الغير رسمي لمعجبي ديانا. كما نشاهد هو عبارة عن شعلة ذهبية، وهي نفس الشعلة أو نسخة من الشعلة التي نجد في تمثال الحرية الموجود على موانئ نيويورك. تم نقلها، يعني تم عمل هذا المكان ليس بتاتا لحادثة ديانا، ومن ثم بلدية باريس قررت أن تجعل من هذا المكان نصبا تذكاريا لذكرى العشرين لوفاة ماريا كالاس، أو هي مغنية الأوبرا اليونانية. ولكن كان وقتها رئيس البلدية جون تيبيري قرر أنه يحول الساحة إلى ساحة ليدي ديانا، ولكن رفضت البريتش كورت أو المحاكم البريطانية ذلك رفضا قاطعا، وأصبح المكان غير رسمي. كثير من الزوار، كثير من السواح، كثير من المقيمين في باريس بيفكروا أنه هذا المكان انعمل فقط أثناء أو بعد حادث الأميرة ديانا، حادث السيل الذي حدث مع دودي الفاير. ولكن خلينا نرجع الصور المحيطة بهذا النصب التذكاري لها، وأيضا الورود تشير إلى ذلك. ليس معلومة مهمة وجديدة لإلنا، بس بحب أعرف إذا في أي معلومات جديدة، لأن كل فترة بنسمع معلومات جديدة عن ما وراء موتها. نعم، خلينا نحكي بعشرين ثانية ميسون، كيف وصل دودي الفايد وليدي ديانا إلى باريس؟ وصلوا إلى مطار خاص، مطار البورجي، الساعة 3:30 بعد الظهر، فيما طائرة خاصة طبعا من جزيرة سردينيا، ومن ثم التقلوا إلى بيت دودي الفايد الموجود في ساحة الإتوال أو ساحة النجمة في باريس. المكان هو لا يبعد كثيرا عن الريتز الذي انطلقا منه لتناول بعد تناول وجبة العشاء. كان طبعا من المقرر أن يتناولوا وجبة العشاء في أحد المطاعم، في مطعم بنوا الموجود في الدائرة الثالثة، ولكن كثرة الباباراتزي وكثرة المعجبين وكثرة المصورين خلى دودي الفايد يلغي أنه يتعشوا في مطعم هذا المطعم الشهير بنوا، وأن ينتقلوا إلى العشاء في الريتز. ولكن الذهاب من الريتز ميسون إلى ساحة النجمة هي طريق جادة الشانزليزيه، طريق معروفة أنه ممكن، يعني مش ضروري يجوا من هاي الطريق الموجود فيها هذا النفق، ولكن حدث ما حدث طبعا بسبب أنه كثرة الباباراتزي، وبنعرف القصة وتفاصيلها. لكن المكان، نرجع انه المعجبين، قبل قليل التقيت في احد المعجبين، هي من البرتغال، اتت اليوم خصوصا لتتكلم عن اغنيه عملتها لليدي دي، ووجدنا واحد من السواح الموجودين هون قبل قليل للاسف يرفض التكلم امام الكاميرا بسبب الخجل اتوقع، بحكي انه انا عند ابوه قطعه من الجاتو او من كعكه عرس ديانا، اشتراها بمبلغ ليس بسهل، واحتفظ فيها طبعا في الولايات المتحدة في بيته. الغريب في الأمر أنه كل يوم، هو على فكرة لا يبعد المكان عن مكتب العربية المتواجد ليس بعيدا من هنا في منطقة ساحة النجمة، لكن كل مرة بنمر من هون يا ميسون نجد عدد دائما متواجد من المعجبين من السياح، أصبح مزارا. طبعا هو للأسف هو مزار غير رسمي، لأنه بلدية باريس ما قدرت أن تجعل من هذا المكان ساحة ليدي ديانا، ولكن دائما أصبح من معالم باريس التي يزور السائح وكذلك المقيم في أيام، في عيد ميلاد ليدي ديانا، في ذكرى وفاتها مثل اليوم، في مناسبات أخرى يأتون إلى هذا المكان. من باريس مراسل العربية ليث بزاري، شكرا جزيلا لك.